الطفلة جنى بازا ذات 3 سنوات ونصف من مدينة بوسعادة تعاني منذ 7 أشهر من مرض عدم تناسج خلايا العظم أبليزي ميديلير. هذا المرض يؤدي إلى توقف نهائي لنخاع العظم عن إنتاج كريات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، ما جعلها تستعين كل يومين بنقل الدم والصفائح من المتبرعين مع انتشار بعض الكتل الدموية في كل أنحاء جسمها. مسيرة طبية بين مستشفيات الوطن لم تفلح في إيجاد العلاج الأمثل لجنى، بل تعدى الأمر لاستحالة علاجها داخل الوطن، وهو ما دفع بوالد جنى إلى طرق أبواب مستشفيات الخارج والتي صدمته بتكلفة علاجية تناهز 5 ملايير سنتيم. في أواخر رمضان اكتشفنا هذا المرض في رمضان في الليل. خرجنا معها نمشو، طاحت على ركبيها طيحة عادي نورمال عادي. من بعد غدوة خرجوا واحد البقعة زرقاء في الجسم تاعها كامل، ديناها الطبيب تاع المختص على الأطفال. كي شافها طبيب قالنا لازم تطلعوها حالة استعجالية للمستشفى حالا. كي طلعنا المستشفى بداو في الزناليس تاعهم وشاو، قالوا لنا الزناليس تاع الكونسير عافانا وعافاكم الله، شافوا داروا الإجراءات تاعهم، ومن بعد قالوا لنا لقاو النتيجة سلبية، قالوا لنا نروحوا للزناليس تاع العظم، وهذو الزناليس يداروا فيه على مستوى مستشفى جامعي. طلعنا المستشفى الجامعي وبقى ثم هوسبيتاليزي، قعدت تقريبا 20 يوم هكذاك في المستشفى بعد ما داروا الاجراءات تاعهم لي زاناليز تاعهم والتحاليل كامل. وصلوا لاخر احتمال انه العظم يكون المسؤول على انتاج كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه، يكون توقف على الانتاج تاع الكريات، وهذا يتم عن طريق تحليل تاع العظم. كي درناه اكدونا بلي راه المصابه بابلازي ميديلير، توقف نهائي على انتاج كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح. ومن بعد قالوا لازم تتوجهوا لمصطفى باشا، هو اللي عنده وحده الزرع في السي بي ام سي، في وحده مركز مكافحه السرطان. كي ديناها لعندها قالوا لنا لازم يكون كاين متبرع، يكون من خاوتها ولازم يكون مطابق، وهذا الشرط مش متوفر، معناتها الزرع رفضوه لنا ما دام هذا الشرط مش متوفر. ولينا نمشوا كل تقريبا بمعدل كل 4 أيام نديروا لها الدم والصفائح، وهذا حل مؤقت ماهوش حل دائم. الحل النهائي تاعها هو الزرع، والزرع يتم في الخارج. تواصلنا مع مستشفيات في إسبانيا وفي الطرق وفي الأردن، أعطونا فاتورة نموذجية تكلفة تاع العلاج تاعها، وفي فرنسا كذلك أعطونا تكلفة تاعها تسقام ما بين 180,000 أورو ل 250,000 أورو، تقريبا تروح 5 ملاير. هذا الحل النهائي تاعها، وحاليا رانا نمشوا لها بالدم تاع الناس المتبرعين. هذا وانما هذا ماهوش حل دائم، وهذا ويأثرها على عمليه الزرع مستقبلا، يكون فيها رفض، وما عندناش حل واحد اخر غير هذا الحل. نطلبوا من اهل الاحسان واهل الخير والاحسان والبر انهم يعاونونا باه نجملوا هذا المبلغ هذايا ونتنقلوا بها العلاج في الخارج، وإن شاء الله ربي سبحانه إن شاء الله ما يضيعش أجر محسنين. هذه الوضعية أرهقت عائلة جنى
ودفعتهم إلى مناشدة أهل الخير والإحسان بأن يساهموا في جمع المبلغ المطلوب حتى يمكن أن تسابق الزمن في إنقاذ ابنتهما من مرض غريب.